خليل مرار هو محاضر للعلوم السياسية في جامعة ديبول في مدينة شيكاغو. عدد كبير من طلابه سيصوتون للسيناتور باراك أوباما، وهذا إلى حد كبير متوقع، فأوباما يمثل الولاية في الكونغرس، وشيكاغو كانت المدينة التي بدأ فيها أوباما حياته السياسية عام 85 عندما عمل ناشطا في المنظمات المدنية في أفقر أحياء المدينة، والتي عاد لها مرة أخرى بعد تخرجه من جامعة هارفارد ليعمل محام في الحقوق المدنية. أكثر نشاط هو سواه أنه في كوميونتي أكتيفيزم، أنه يساعد الناس اللي بتقدر تساعد نفسها، ويساعد الناس اللي ملهاش ريبريزنتيشن في إلينوي وملهاش تمثيل في واشنطن. فهو يعني صاحب الفقير وصاحب كمان الناس المتوسطة. يعني لو أنا نسوق على دكتور مارتن لوثر كينج درايف، يعني بتشوفي أشياء مارتن لوثر كينج بدوش إياها تكون. يعني خليل الذي يتابع حياة أوباما أخذنا معه إلى شيكاغو ساوث، وهي المنطقة الأكثر فقرا، تسكنها أغلبية سوداء، نسبة البطالة فيها تصل إلى حوالي 20%. هنا عمل السيناتور أوباما، وربما هنا صقلت هويته كأمريكي منحدر من أصول إفريقية، ورأى بأم عينه التباين الشاسع بين الطبقات الاجتماعية في مجتمع أمريكي واحد. Well, I was chosen to be a delegate. I was nominated by the Obama campaign and وأوباما المدرك لحقوق الأقليات يمد يده لريم عودة المحامية الأمريكية المسلمة من أصل فلسطيني ليرشحها كمندوبة عن الدائرة 13 في ولاية إلينوي. اختارني السيناتور أوباما علشان أنا امرأة محامية فلسطينية، كمان علشان أنا مسلمة، وإني أنا اشتغلت مع الكامبين للسيناتور أوباما لما هو رشح على الانتخابات مشان يكون سيناتور لليونايتد ستيتس. وعدا عن جاذبية وشعبية السيناتور الشاب، فإن تشابه اسمه مع بركة دخل الله السورية ضمن أن تصوت له، فبراك وبركة هو نفس الاسم. اسمي براك بركة، وهو كمان بحس اسمه بركة كمان. وبغض النظر عمن سيفوز ومن سيخسر هذه الانتخابات، فإن باراك أوباما أصبح ظاهرة تجسد حلما أمريكيا لابن مهاجر جاء للولايات المتحدة واستطاع أن يصل للصف الأول في طريقه للبيت الأبيض. ناديا البلبيسي، العربية، من مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي.